من نباتات هي نوع من أنواع المخلوقات الحية الموجودة على سطح الأرض، ويستفيد منها الإنسان والحيوان. كيف نميز النباتات؟ تمتاز مخلوقات مملكة النباتات بجدار خلوي يحيط بخلاياها، كما أنها لا تستطيع الحركة من مكان إلى آخر، وليس لها أعضاء حس حقيقية. مملكة النباتات: جميع النباتات عديدة الخلايا وتصنع غذائها بنفسها. تنقسم مملكة النباتات إلى قسمين: النباتات الوعائية والنباتات اللاوعائية. النباتات الوعائية تحتوي على أنابيب أو أوعية ناقلة تمتد عبر جسم النبات وتنقل الماء والمواد الغذائية من جذور النباتات إلى أوراقها مثل النخيل والطرح والشيح. النباتات اللاوعائية هي نباتات ليس لها أوعية، لذلك فهمي أصغر حجما وأقرب إلى سطح الأرض مثل الحزازيات.